نشرات أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم. المستهل بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد للودية الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر غدا الخميس، وعليه تجري العناصر الوطنية في هذه الأثناء حصة تدريبية أخيرة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يضع فيها الناخب الوطني جمال بالماضي آخر الرتوشات مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية. تحسبا للوديتين أمام الرأس الأخضر ومنتخب مصر، سيكون الخط الخلفي للخضر منقوصا من خدمات الظهير الأيسر لنادي ويفرهابتون الإنجليزي ريان أيتنوري، الذي تعرض لإصابة مع فريقه في الرأس خلال المباراة الأخيرة له في الدوري الإنجليزي. معنا مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ياسين بوخناف. مساء الخير ياسين، هلا وفيتنا بآخر مستجدات المنتخب الوطني قبل يوم عن ودية الرأس الأخضر. مساء الخير سهيلة، مساء الخير للجمهور الكريم. طبعا المنتخب الوطني الجزائري حضر إلى قسنطينة ظهر أمس وأجرى أول حصة تدريبية هنا. الحصة التدريبية كانت مفتوحة للإعلاميين. طبعا كنا قد التقينا واستجوبنا الوافدين الجديدين للمنتخب الوطني، يتعلق الأمر ببلومي وكذلك كويري، الذين أكدا سعادتهما بالتحاقهما المنتخب الوطني لأول مرة. طبعا المنتخب الوطني في هذه الأثناء هو يجري الحصة التدريبية الثانية والأخيرة، هذه الحصة التي تعد طبعا بمثابة وضع اللمسات الأخيرة وضبط التشكيلة التي سيواجه فيها غدا المنتخب رأس الأخضر سهيلة. من المنتظر كذلك أن تكون هناك تغييرات على التشكيلة الأساسية وتجريب بعض اللاعبين الجدد في هذه المباراة. نعم ياسين، وماذا عن الإقبال الجماهيري لهذه الودية؟ ويبدو أنها ستلعب أيضا بشبابيك مغلقة. نعم ستلعب بشبابيك مغلقة، لأنه وضعت 18,000 تذكرة على تذكرة هذه المنصة الرقمية، ونفذت يعني بسرعة هذه كل القسنطينيين سعداء طبعا بتواجد المنتخب الوطني هنا بقسنطينة، وذلك كان وعد من الناخب الوطني جمال بن الوضي الذي وعد بلعب مباراة ودية هنا بقسنطينة. طبعا من المنتظر أن يكون هناك إقبال كبير غدا على ملعب الشهيد حملاوي لهذه المباراة. نعم، وماذا عن منافس الخضر الرأس الأخضر في هذه الودية الأولى قبل ودية مصر؟ منتخب الرأس الأخضر وصل على دفعات، طبعا الطاقم الفني وصل إلى قسنطينة يوم السبت الماضي، ثم التحق به مجموعة من اللاعبين ليكتمل شمل الفريق أول أمس، أين أجروا حصتين تدريبيتين في يوم واحد، حصة صباحية وحصة مسائية، على أن يجروا حصة أخرى في حدود الساعة 8 بعد قليل في ملعب الشهيد حملاوي. طبعا هذا اللقاء يعد امتحان كذلك لهذا الفريق الذي بعد هذا اللقاء سينتقل إلى مارسيليا لمواجهة منتخب جزر القمر. والفريق رأس الأخضر يحضر كما نعلم إلى تصفية نهائيات كأس العالم. نعم ياسين، شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة، كنت معنا مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، دائما مع أخبار الخضر وبهدف تحقيق الفوز بالطريقة والأداء للحفاظ على الديناميكية الإيجابية، يواجه المنتخب الوطني نظيره من جزر الرأس الأخضر.
مواجهة ستكون الأولى للخضر في فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر أكتوبر الحالي، يقول بلال بناري. ودية الجزائر أمام الرأس الأخضر اختبار جدي للناخب الوطني جمال بلماضي من أجل الاقتراب أكثر من تحديد هوية قائمته النهائية للاستحقاقات الرسمية القادمة. نحن في مرحلة متابعة ومشاهدة اللاعبين وإعطاء الفرصة للجميع من أجل اللعب. هؤلاء اللاعبين لدينا كامل الثقة فيهم في قادم الاستحقاقات، ولكن الأكيد ليس كلهم سيكونون في كأس أمم إفريقيا القادمة. تربص شهر أكتوبر الذي تتخلله وديتي الرأس الأخضر ومصر يشهد لأول مرة استدعاء الثنائي بشير بلومي وأمين جويري، اللذان اندمجا في الحصة التدريبية التي جرت على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فرحان بالاستدعاء هذا وأنا بريبارو له إن شاء الله نفرحوا الجماهير. استقبلنا بطريقة رائعة، نعمل على التحضير للمباراة، كل شيء جميل. أنا فخور بتمثيل المنتخب الوطني الذي أناصره منذ الصغر. المنتخب الوطني سيواجه منافسا محترما يضم تشكيلة أغلب عناصرها محترفة في الدوريات الأوروبية على غرار فرنسا إسبانيا والبرتغال، وبقيادة المدرب ليتاو بريتو الذي يعول على رفع التحدي أمام الكتيبة الخضراء والحفاظ على نسق فريقه التصاعدي بتصحيح الأخطاء قبل المواعيد الرسمية المقبلة. الجزائر الرأس الأخضر يتجدد الموعد بينهما للمرة السادسة في تاريخهما، والأرقام ترجح كفة المنتخب الوطني بفوزين وتعادلين في اللقاءات الرسمية وهزيمة في آخر ودية جمعتهما قبل 5 سنوات على ملعب 5 جويلية الأولمبي. المدرب الوطني يملك المعلومة ويدرك قيمة المنافس الذي اختاره بعناية. نذكر أن ودية المنتخب الوطني أمام منتخب الرأس الأخضر تلعب غدا الخميس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على الساعة 8 مساء، وستكون منقولة على القناة الأرضية. وكان لاجيري بتعليق عبد العزيز بن سالم يسبقها بلاتو تحليلي من تنشيط الزميل يوسف رزيق بداية من الساعة 7 مساء. في السياق ذاته سيتعرف المنتخب الوطني على منافسيه في نهائيات كأس أفريقيا للأمم كوديفوار 2023 خلال عملية القرعة المقررة غدا الخميس بالعاصمة الإيفوارية أبيجان بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، وتكون منقولة على القناة 6 الشبابية. للتذكير، يتواجد الخضر في المستوى الأول رفقة منتخبات كوديفوار البلد المنظم والسنغال وتونس ومصر والمغرب. في خبر آخر، قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تأجيل المباراة المتأخرة عن الجولة الثانية بين اتحاد الجزائر واتحاد خنشلة إلى يوم السبت 14 أكتوبر الجاري بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء على الساعة 3:30 بعد الزوال، بعدما كانت مقررة يوم الجمعة. وحسب بيان الرابطة الوطنية على موقعها الرسمي، قرار التأجيل جاء لأسباب تنظيمية لضمان السير الحسن للمواجهة. في سياق منفصل، قدم مدرب نجم بن عكنون عبد النور بوسبيعه استقالته رسميا من العارضة الفنية للفريق. الاستقالة جاءت بعد البداية المتعثرة للصاعد الجديد في الجولات الأربع الأولى، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة على ملعبه ويحتل المركز قبل الأخيرة. وبهذا يصل عدد المدربين المنسحبين منذ بداية البطولة إلى 9 في رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة الوطنية. دائما وعلى أخبار المحلية، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة عن تأجيل الجولة 4 إلى غاية 20 من الشهر الجاري بعدما كانت مقررة الثلاثاء القادم. القرار جاء بعد اجتماع رؤساء الأندية برئيس الفاف وليد صادي على خلفية المشاكل المتعلقة بالإجازات والديون العالقة.
في الرماية أنهى المنتخب الوطني مشاركته في البطولة الإفريقية بالمسدس والبندقية بالعاصمة المصرية القاهرة في المركز الثاني، وحصدت النخبة الوطنية 11 ميدالية في المجموع العام، بينها 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات. في الأخير، تنظم الاتحادية الجزائرية للمبارزة مرحلة كأس العالم لسيف الحسام فئة الأكابر الرجال والسيدات في الفرد وحسب الفرق، وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف. وتعد هذه المرحلة مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس بمشاركة 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في هذا الموعد الرياضي. وستكون الجزائر ممثلة بكل من سوسن بوضياف وزهرة نورة كحلي وكوثر محمد بلكبير وعبير بنقاب. مشاهدينا الكرام، بهذا صل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي. تقبلوا تحياتي وتحية طاقم التحرير والطاقم التقني الذي خدمكم هذه الأمسية. مني إليكم أطيب المنى، سلام عليكم.